كلمتي الأخيرة، أحياناً منكون نحن سبب كل مشاكلنا، نحن بس اللي لازم أنه نلوم أنفسنا مش الآخرين، لأنه أحياناً كثير منتظاهر بالغباء وقت اللي فهمنا، منقول نعم وقت اللي لازم نقول لا، وقت اللي سكتنا وكان لازم نحكي، وقت اللي حنينا الراس وكان لازم نجابه ونتحدى. يمكن نكون السبب لأنه فضلنا مصلحة اللي ما يستاهل على مصلحتنا، سمحنا الأشخاص الغلط على نفس الغلط أكثر من مرة، فركبوا على ظهرنا وفكرونا بكل بساطة درويش ولا هبلان. ممكن نكون نحن السبب لأنه ما عرفنا قيمة أنفسنا وصغرنا من حالنا قدام اللي استغل الفرصة، بس طالما استوعبنا وفهمنا فلازم نتغير، وإلا منستاهل كل شيء صار أو رح يصير فينا.